بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى اخيه فخامه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيقه بمناسبه ذكرى ثوره الاول من نوفمبر المجيده لبلاده واعرب جلالته في البرقيه عن اطيب تهانيه وتمنيته لفخامته بموفور الصحه والسعاده ولشعب جمهوريه الجزائر الديمقراطيه الشعبيه الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار مشيدا جلالته في هذه المناسبه بالعلاقات الاخويه الوطيده التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا جلالته حرص مملكه البحرين على مواصله وتنميه العلاقات المميزه بين البلدين في مختلف اوجه مسارات العمل المشترك